واتمنى انا وياك نطلع بحلقات نتحدث به بقوه. الاول انه احنا اريد نتحدث عن استقرار المدربين بالانديه من اجل تطوير اللاعبين. يعني المدرب من يدرب بست انديه سبع انديه هذا شلون راح يطور اللاعب؟ وبنفس الوقت كابتن اركان يكون كلام على ادارات الانديه اهتمام بفئات العمريه، اهتمام بالملاعب. احنا مو كله هذا المنتخب يراد لحلقه طويله هذا، لا مو حلقه واحده بصراحه ابو تيم. يعني انا اريد يعني ممكن حتى لو بالاسبوع ممكن تكون حلقه حلقتين خلي الناس تعرف، لان انت كلامك من تحكي بقوه، تعرف ايش تتحدث. يعني اليوم احنا من نحكي على راضي شنيشل وعلى مستوى اللاعبين، هو راضي شنيشل مدرب منتخب لكن النادي ده يخرج لي لاعبين. من نحكي احنا على الاتحاد وعلى الملاعب، هو النادي يعني انشا ملعب على مستوى عالي، عندنا قاعه جيم، عندنا قاعه للاستشفاء، عندنا مسبح. انت شوف امبابي وغيره يخلصون تمرين وين يروحون؟ هاي ابسط الامور احنا ما عندنا. نجي اليوم نطالب بكادر اسباني وكادر اجنبي. كابتن اركان انت تعرف اليوم انت هاي عقليتك اللي كثير بيها امور فنيه، اذا اللاعب بسيط وما عنده اساسيات كابتن اركان صدقني ما تنجح، والله ما تنجح. بس اليوم انت هسه لو اجيبك واعطيك فريق بلاعبين وبامكانيات اخي يساعدوك على النجاح. ترى احنا مشكلتنا مو مدرب ولا مشكلتنا اتحاد، دوله دا تعطيك. استغل دعم الدوله الي واروح ابني لي ملاعب، اكمل ملاعبي اضيف بيها المرفقات وانتج فئات عمريه. كابتن اركان هذا الموضوع ما حد يحكي بيه. مدرب طلع الجمعه منا راح الخميس هنا، اجى من الجنوب راح للشمال، وهذا رزق. المشاكل ما كثير. كل اللي ذكرته صح نبيل، كل اللي ذكرته صح، لكن المشكله الرئيسيه هي في صناعه اللاعب. هو من صناعه اللاعب كابتن اركان ليست من اختصاص مدرب الفريق الاول. هذا لا يعني انه مدربينا يعني غير يعني ما عندهم اخطاء في عمليه التنقلات. المدربين طبعا يحتاج لهم شرح طويل ما يحدث من عمليه التعاقدات مع الانديه والتنقل من نادي لنادي، هذه كلها معيبه جدا. ويطلع لك شخص ويقول انتم تسقطون بالمدرب المحلي، ويطلع لك شخص يقول المدرب المحلي يمر باسوء. يا اخي انت تباوع على هذا المدرب المحلي، شوف انت كل موسم بعد المرحله الاولى 15 مدرب يبدل. هو راح اسوي دراسه هو راح اسوي دراسه ونطلع انا وياك بحلقه كابتن. واحد يقول لك هذا مشروع عدنان الدرجال والاتحاد مالته، بابا عيب. هاي تضحكون على العالم، عيب تضحكون على العالم وتحكون والله الاتحاد يسقط المدرب الوطني، الاتحاد يريد ينهي اللاعب المحلي. هاي الشعارات ترى بعد ما تعبر على الجمهور، والله عيب. انت باوع عند دار دراسك، شوف لاعبك المحلي دي يؤدي، ده يحترم نفسه، ده يبقى بنفس النادي، ده يوقع بالنادي الصحيح، ده ينام من وقت، ده ياكل، ده يتمرن اضافي، بعدين يروجك من هالصفحه، شوف مدربك يطور نفسه. صح انا اقول لك الاتحاد عليه ايضا هذا الموضوع، لكن هو كمدرب من ده يستلم كل سنه 200 مليون و150 مليون، ما راح يقدر يصرف من عندها 5000 و10000 يطور نفسه بيها، صار له 20 سنه ياخذ هالملايين، ايضا هو المدرب ايضا مقصر. وهو اللاعب ايضا البعض معهم مقصرين يا اخوان، اضافه الى التقصير الحقيقي هو من ادارات الانديه اللي تمص دم هؤلاء الحلقه الاضعف هم اللاعبين المدربين من خلال السماسره ومن خلال الصفقات المشبوهه ومن خلال عدم وضع استراتيجيه للبناء بالفئات العمريه او بالبنى التحتيه للنادي. كثير امور يعني يحتاج لها وقت طويل حتى نحكي بها. انا اقوله نطلع من دماغنا الى البعض. انا اعرف يعني الكل يضحك من يسمع هاي المؤامره واللاعب لعبوا ضد كولومبيا يريدون يسقطون فلان، ومن ما يلعبوا يقولون هاي مؤامره عليه، حاره وش يسوون ويطلعون حجج على العمل الحالي للاتحاد بالسنتين الاخيره. ولذلك اليوم لليوم اكو سلبيات، لان الناس مضغوطين بشكل كبير. انت اليوم من تضغط مؤسسه معينه 24 ساعه وما تطلع الايجابيات مره واحده تحكي بيها، اكيد راح يصير عندهم احباط بالعمل، اكيد راح يصير عندهم تشتت بالتفكير وبالعمل وبالتطور. كل هذه الامور ما تحقق لنا النتيجه الايجابيه اذا ما نتحد. لذلك لما قلت لك الرياضه حب وطاعه واحترام، يجب ان نحب ما نعمل، نحب بعضنا، واحد يشيد بالثاني، واحد يعلم من شان الثاني. احنا للاسف حتى هذه الامور احنا للاسف عندنا مشكله بيها.